هل راتبة الظهر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كانت بعد الأذان فهل يجوز أن أصليها قبل الأذان؟ راتبة الظهر تنقسم إلى قسمين، منها ما هو قبل الأذان وهو ركعتان أو 4 ركعات، ومنها ما هو بعد. نعم، هل راتبة الظهر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كانت بعد الأذان فهل يجوز أن أصليها قبل الأذان؟ راتبة الظهر بعد دخول وقت الظهر، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، هذه الراتبة القبلية. طيب، أما الراتبة البعدية فبعد الصلاة، لأن الظهر له راتبتان، راتبة قبله وراتبة بعده، فالتي قبله لا بد أن تكون بعد دخول الوقت، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن.